السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف ازاي اصدر الموديل بتاعي لبرنامج السينكرو. برنامج السينكرو قوي جدا في موضوع الفور دي، وان انا اضيف لي بعد الزمن، وفي شوية مزايا حلوة الصراحة عجبتني جدا، هنبقى نشوفها مع بعض في الدروس اللي جاية ان شاء الله. طيب، اول حاجة لازم عشان اصدر لأي برنامج من البرامج زي السينكرو ان انا اكون موجود في الثري دي، وبعد كده في ادنس بسطبها بتاخد الموديل بتاعي وتصدره للسينكرو. فبروح للادنس والاقي هنا عندي الاكسبورت تو سينكرو واكسبورت سيتنج. اكسبورت سيتنج ببدا اظبط العدات لمره واحده، بعد كده كل مره تبقى نفس الحاجه. بيقول لي اكسبورت ورك سبيس، اكسبورت نستد فاميليز از سبريت اليمنت، لو في فاميلي جواها فاميلي، يوز شيرد كوردينيشن، create 3D filter from sheet. وهنا بتقول لك انت عايز تقسمه لليفلات، فممكن تقول له select level manually وهكذا، وبعد كده بتقول له close، وبعد كده بتقول له export to synchro، وتبدا تختار انت عايز تصدر انهي حاجه 3D. ممكن تقول له check all، select level to create view points. تمام، انا قلت له كل الليفلات موجوده معايا، واقول له اوكي. هيبدأ يصدرهولي، هقول له مثلا صدرهولي الملف اسمه SBX. تمام، هصدره هنا مثلا SBX سيف. فبيبدأ عملية التصدير. اجي هنا من فايل واقول امبورت، واقول له ان انا عايز اعمل امبورت لسينكرو بروجكت، واقول له ان انا عايز اعمل امبورت للملف دوت، واقول له اوبن. فبيقول لي الملف اهوت، نيكست، امبورت، فينيش. فيبدأ يظهر لي الموديل بتاعي بالشكل دوت.